كأس ساوثهامبتون شفنا كيفاش كانت المباراة، وين المباراة كانت قوية بالنسبة، نقولوا بلي كانت قوية لأن شفنا كيفاش تيفال، نقولوا بلي كانت قوية لأن المباراة هذه وين كل فريق كان يبحث على الفوز، كل فريق كان يبحث على الفوز. نيوكاسل يونايتد شفنا ساوثهامبتون، يعني كانت المباراة نقولوا مباراة كانت من بين ما بين زوج فرق، كل فريق كان يحوس على، خاصة نيوكاسل يونايتد ساوثهامبتون، الزوج انديه جريحان. شفنا كيفاش نيوكاسل وين دخل بخطه ستيفان بروس اللي دخل بخطه 5-4-1، يعني نقولوا بلي نيوكاسل اليونايتد اصبح يلعب بخطه دفاعيه ويلعب من اجل الحفاظ على الشباك ومباغته الخصم في هجمه مرتده. شفنا التشكيله تاع ساوثهامبتون وين رافال وين دخل بخطه 4-4-2، يعني كانت المباراه شفنا كيفاش نيوكاسل مارتين الحارس، شفنا خافاير، شفنا فيدريكو، باولو دوميت، ويلتر، ميغيل، شفنا اسحاق، هايدين، شفنا جانوج، شيلابي، الين، شفنا كيفاش كانت جوليان نيتو، يعني فابيان شار، يعني كانت المباراه نقولوا خاصه ما نساوش الحارس تاع ساوثهامبتون اليكس الذي انقذ المرمى تاعو في الشوط الاول. سيدريك شنا جاك شنا بان شنا رايان شنا رايان بيرنتان، يعني موسى ديجينيو، جيمس ويرد، شنا كيفاش بيتر اميل، ناتان شيان نيونغ، شنا داني، يعني كانت المباراة وين كانت شيقة، خاطر شنا في الشوط الأول كان 0-0، شنا الشوط الثاني وين نقولوا بلي نيوكاسل ساوثهامبتون بالخطة اللي لعبها ونيوكاسل شنا كيما السيطرة من ساوثهامبتون في الشوط الأول. الشوط الثاني شنا آني اللي سجل في الدقيقة 62 هدف، بعد ما شفنا كيفاش الدقيقة 48 جون جو اللي ضيع هدف في الدقيقة 48، شفنا جيمس وين أضاع هدف كذلك من جانب ساوثهامبتون في الشوط الأول في الدقيقة 44، يعني مباراة كانت تكتيكية، كل فريق كان يبحث عن الفوز، هذه هي صعيده.